مرحبا. أشكال كثيرة وغريبة بنشوفها أو بنسمع عنها للفنادق حول العالم، بس إنه يكون مبني من الملح يعني اللي حيسمع حيقول ما صارت، بس هي صارت. جنوب بوليفيا فباستخدام مليون حجرة من الملح تكون أول فندق بالعالم بهالمادة، فالجدران، الأسرة، الأثاث وغيره مصنوع من الملح فقط. منتقلنا نشوف كيف عم يكون الطقس. عم تبقى درجات الحرارة أعلى معدلاتها بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية، وعم يستمر الجو صحو مستقر حار وسديمي مغبر بالمناطق الشرقية والبادية. الرياح الشرقية نهارا عم تتحول لشمالية غربية معتدلة وعم تنشط أحيانا وتوصل ل 25 كم بالساعة. أما الرطوبة عم تروح بين 35 و 60%، والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة الماء 26 درجة. منتقل لطقس العاصمة دمشق اللي عم يكون كمان مشمس وصحو وعم تسجل عليا 35 درجة. بالمحافظات السورية وتحديدا بالمنطقة الجنوبية عم يكون طقس صحو بسويدا، وبدرعا عم تتراوح الحرارة بين 18 و 35 درجة، أما بالقنيطرة عم تسجل الصغرى 15 درجة. بالمنطقة الوسطى عم تسجل الحرارة بحمص 36 درجة، وعم يكون طقس مشمس وصحو، وبحما عم تتراوح الحرارة بين 16 و 36 درجة. بالمنطقة الساحلية عم تكون الأجواء بين الصحو والغائم جزئيا بطرطوس، وعم تسجل الصغرى 22 درجة، أما باللاذقية عم تروح بين 21 و 28 درجة، وبلواء اسكندرون عم تسجل العليا 28 درجة. بالمنطقة الشمالية عم يكون طقس مشمس بإدلب، وعم تسجل العليا 33 درجة، أما بحلب عم تتراوح بين 18 و 36 درجة. أخيرا بالمنطقة الشرقية مكفية الأجواء سديمية بالرقة، وعم تتراوح الحرارة بين 22 و 38 درجة، وبالحسكة عم تكون كمان الأجواء سديمية وعم تسجل عليا 41 درجة. أخيرا بدير الزور عم تسجل الحرارة الصغرى 23 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة تبقوا بخير.